بيصير في امر ما صار في التحديات اللي قبل. والله اوكي طيب. مو واضح والله مو واضح. ايه بجانب. لا صديقك انا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيهم، كيف حالكم طيبين؟ واخر حلقة من تحدي الطرد. الطرد اللي بيطرد في احد اليوم شكله. يا استاذ انا قلت للشباب التحدي هذا ترى بيصير مختلف، بيصير في امر ما صار في التحديات اللي قبل. علي ما يعلمنا يقول على الكاميرا. اي طبعا اول شيء خلوني اشرح لكم طريقه التحدي. التحدي بيكون ثلاث مراحل، مرحلتين في المسبح ومرحله خارج المسبح. فكره التحدي انك تبحث عن اشياء موجوده، اذا لقيتها تنتقل للمرحله اللي بعدها، اذا ما لقيتها ما تقدر تنتقل لين تلقاها. طبعا موجود عندك الوقت هو دقيقتين فقط لكل المراحل. لكل المراحل الثلاثه. التصريح هو انك اذا ما وصلت للمرحله الأخيرة وفزت فيها بيخصم عليك 20 نقطة. بمعنى أنت مثلا كسبت في التحدي هذا 10 نقاط حلو، بس ما رحت للمرحلة الثانية ولا الثالثة فتخصم عليك 20 نقطة، فيبقى عندك الصافي كم؟ 10. سالب 10. سالب 10. سالب 10 لأن أنت انقسم عليك 20 وأنت فزت ب 10. إي فيصير عندك سالب 10. طيب فزت في مرحلتين يكون عندك صفر. يكون عندك صفر، ما في أي فائدة للتحدي هذا. إذا فزت طيب في الثالث كم بتزيد؟ 30. 30 نقطة، مو بتزيد 10 لا بتزيد 30 نقطة، معناته أنا ما في خصم عليك. إذا فزت فيها كلها إي بتجيك 30، إذا فزت في الثانية بتاخذ صفر. لا تحسب إنك فزت ترى. فالتحدي يحتاج حماس، يحتاج ان الواحد يصمل في الدقيقتين هذه يحاول انه يفوز في كل التحديات. القيمة من هذا الفيديو انك تحاول انك تشتغل تحت الضغط طول الوقت. طول الوقت تحت الضغط في التحدي هذا لين ايش؟ لين تلقى ايه لين تلقى الشيء الاخير، لو ما لقيته مخصوم عليك. يمكن اوصلها انا افضل. يلا فصلها. لا تراكم اشياء سلبيه بعدين تخصم من الايجابيه. حلو هذه قطعها. يلا بسم الله بدي التحدي. يلا الحين برمي دقيقه. سددنا رميت. يلا 1 2 3 اوه يا ايفه ايفه ركز ركز فيصل، ركز فيصل، رجع الورقة فيصل، خذ راحتك حبيبي، خذ راحتك. لا 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 يلا يا اخي ايش في ذا؟ تراب والله تراب. 50 دقيقة بسرعة. 50 ثانية بسرعة فيصل. هي تلعب مع الموج والله؟ دقيقة ركز 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 باقي عندك دقيقة يا اخي اسكت لا تقول لي دقيقة بس دقيقة 50 ثانية بنسوي فيها ايش تسوي؟ يلا اوكي طيب بسرعه فيصل فوق مظله شوارع خذ عليا يلا دقيقه سلام كم باقي كم باقي والله اقل من دقيقتين ها؟ اقل من دقيقتين جابها بدقيقه بس و34 54 44 ثانية باقي كم باقي 16 ثانية 44 ثانية والله يا حبيبي وحش ما بطرد من القناة يلا يلا دور مين الحين؟ عبد الله عبد الله ابو عبد الان دور عبد الله جاهز؟ عند عمر حكمنا اللي بيحسب يلا حكمنا اللي بيحسب يلا 1 2 ثلاثة بسم الله اوف بغى يزلق يا انت الكاميرا عندك بشويش سهلة سهلة امسك الكاميرا الهمة خلها تروح خلها تروح الهمة الهمة اول مرة لكن الموضوع جدا بسيط طب يلا بسيط كملتي ما شاء الله تلقاها
لقاها ما شاء الله تبارك الله. حلو حلو عليه. صح صح حلو صياد. حلو سلام ابو عابد. سلام ابو عابد ما صورت هذه. سلام ابو عابد قلتها روح ها القبر وين؟ القبر وين؟ تحت راح جيبها راح جيبها راح جيبها امسك امسك شلوب امسك شلوب يا اخي ابعد اي ما جابك بسرعه ما في ما في وجه جيب جواتها تعال هات قوت خلاص 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 ما مشكله ما مشكله روح ها 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 اخسروا بسرعه 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 ها ها ابو عابد اسرع اسرع واكبر ركز 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 ايش تقول هات هات لا اقرا 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 وينها؟ يلا بسرعة بسرعة ايوه بسرعة كم باقي؟ كم باقي؟ كم باقي؟ كم باقي؟ ما شاء الله تبارك الله 40 ثانية متأكد؟ اي ما شاء الله تبارك الله اوه والله صح ايه ايه والله المفروض مخصوم عليك ليه؟ خليت القبرة طايحة يا اخي ايش معلش الا لازم تجيها لا والله امسكها قزرة بس والله كفو بتشوفونه في المقاطع الجاية مخصوم عليه ليه كم مخصوم عليه 10 نقاط الا عشان خلي القبرة القبرة مرة مهمة كانت اخل اخل بشروط التحدي ولا صح شوف تثبت ها ما يبقى شيء متابعين اسمعني اسمعني تدري مين يحكم؟ المتابعين يحكمون نخصم عليك كذا نقاط او لا يلا تدري تدري متى بيحكمون؟ مبسوط بيحكمون الان في الانستغرام الان ايه الان بيحكمون وهذه هي نتائج تصويتكم في الانستغرام لذلك لن نخصم على عبد الله اللي ما ضاف في الانستغرام بيضيف في الانستغرام هذا حساب وهذه نقاطه ترى اللي بيخصم هذا كل التوفيق اذا انت طلعت من القناه احنا بنوقف واحد اذا ما ركزت ما تفاجئ اثنين ثلاثه جو 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 يا اخي بارد يا رحمن اي شيء يضم اي شيء ايوه وحش رحمن رحمن لا رحمن ركز خذ الثاني يا قوي اقوى الكاميرا شوف الكاميرا لا 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 شوف بس ايوه والله لقيت اي شيء ذوق اي شيء وحش ذيب وحش والله فقاقيع كثيرة وقتي وانا وقتي ابي ابي وقف وقف ابدا من جديد وقف خلاص وقف بسرعة ايوه 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 تفحيط في فرق بجانب بجانب لا يعني مو واضح والله مو واضح اي بجانب يا اخي مو واضح يا وش ذا والله يبغى له جلد ثاني بجانب كيف بجانب باقي 23 ثانية اللي اختار المكان هو اجلده لا 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 مو مشكلة عشر ثواني 33 المشكلة بالكتابة الكنب الثاني بجانب يعني هذا اللي بجانب وذا اللي بجانب مقابل الصندوق الاسود هذول لا لا شفت قلت لك قلت مقابل مباراة كل اللي قبلها اوضح منها مقابل هذا بجانب قايل له اصلا ملاحظ هو صادق قايل له قايل له ان هذه تطلع مدري وش يا قواعد احنا حاطين لك اصغر راح تطول واحده يا شباب اهم شيء ما طلع لسه لسه ما جمعنا النقاط ما جمعنا النقاط بس فاز فاز خلاص باقي عمر معوض معوض يقول معوض معوض وحش عمر وحش عمر عد يعني اتقوا الله يعني وش يسوي؟ اتقوا الله كذا يعني اماكن زينه عرفت معوض يا ابو طارق معوض لازم تخترعون اماكن جديده كذا يصير كذا ابشرك عمر كله اماكن حلوه والله ودي يا سلام يا عمر يا عمر يا سلام الاصوات ذي كلها عشان ما يسمع صوت يا سلام يا عمر مركز ولا ما انت مركز؟ تدري ولا ما تدري؟ عمر شوف الوقت يا عمر دقيقة دقيقة شوف الوقت يا عمر دقيقة دا ايوه سريع عمر لا تستعجل لا
وحشة عبد الله. روح من هناك، روح من هناك. الولد الكاميرا 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 لا تتمنى بالسباحة بسرعة. لا ايش؟ لقيتها عمر، لقى الكاميرا ما لقى. هاي البسها البسها خش، خلها البسها البسها ودور بسرعة 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 بسرعة. دور دور يا عمر من الحداوة. شافها 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 شافها. باقي وقت باقي وقت، وخلع الكاميرا الثانية ما لك فايدة. باقي وقت يا عمر، لقيتها لقيتها. اسرع 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 يا عمر، اسرع يا عمر. يا عمر يا بردك يا شيخ، بسرعة يا عمر. شوفي بسرعة، مو مننا يا بارد. بسرعة بسرعة. سلام سلام. ثقيلة انا سقعت هنا انا نازل. ايه طيب شوي، بما ان شو اسمه التحدي صار سهل، يعني صار مو بسهل، هو والله صعب بس صار اسهل مما كنت اتوقع. احنا اقوى مره، شو نسوي؟ انا جبت الكاميرا، نزلت مره ثانيه جبت الكاميرا، طلعت خفت بس دليلنا سهل. دليلنا سهل. لا دليل اني جاهدت. لا دليل ان عندك شهاده سباحه. فيما ان كلنا فزنا في ثلاث مراحل، ما ودي الموضوع ينتهي على كذا، فاتفقنا ما اتفقنا بس ودي يصير زي هذا وبيصير ان شاء الله، هو ان بنسوي تحدي واحد، اللي يفوز فيه بيصير عنده 50 نقطة خصم يخصمها على أي واحد فينا، يقدر يحطها على شخص ويطلع يقدر يوزعها بكيفه، هو عاد وأخلاقه. أنا أخلاقي تجارية ترى، بطرد من الآن. والله أنا والله خلوق وما يبطل دعي، بنطل دعي نفسي بطرد نفسي. لا أنا بطل ترى. اسمع وعلمهم بالأنستا حق عبد الله. إيه رمى الكاميرا صح، يمكن يخصم عليك ترى، تصير مرة قليل. هو يقول بطلع بطلع يبغى. أنا قلت الكاميرا. يلا بدينا بسم الله. يلا البحث عن القرش الصغير هذا. هلا لوحدة، هلا لا واحدة. الله يستر. ما دقيقة. ثري تو وان جو. انتبه فيه. هاي انتبه، ترى يتعور. اقول لك اول ما رميتها بعد ثانية واحدة ما عاد حصلتها. والله عزنها قريبة يا عيال. طاف البتر، طاف البتر، اقدر اشوف زين. اي لقيتها. ما يبغاني اشوف، ما يبغاني اشوف. اخرب عليكم يا نبل، اخرب عليكم. اخرب طب طب. يلا اوضح لكم، اقرب لكم. لا 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 يوك يوك يوك. لقيت يوك طفت يوك. اي واحد يوك. عمر 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 زرقاء زرقاء اليمامة. عبد الله عبد الله امسكها امسكها. وش هذه؟ لا ما لي دخل، ما لي دخل. وش ذي؟ السود السود اللي قبل شوية. أوضح يا عيال، يا عيال أبغاني أوضح. لا 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 أص أص ما أوضح. لا لا عبد الله خلنا نبحث. عبد الرحمن ما تفهموها يعني في جيبك ولا لا؟ لا وين في المسكة. والله في المسبح والله. اي واحد الكبيرة ذي. يقصد ابيض الفلتر اللي داخل، هنا في فلتر يشفط المويه ولا صار. هذه وشو؟ لقاها عمر، لقاها عمر. اشوف هلا لوحده، هلا لوحده، هلا لوحده، هلا لوحده. لا ترميها. لا مات لي صار ثلاث مرات اربع مرات انزل اخذها اطلع ما الاقيها.
والله تطلع من يدي. قلت لك انا وش قلت لكم يوم قلت لكم عمر جالس يحوس لحاله؟ جالس يحوس لحاله الرجال الهلله اللي رماها جاي وهذه. يا الله قايل لكم العبوا بالصبر والمخ مو بالقوه. تبي تطرد مين؟ مين كان يبيني انطرد مين؟ المصور. ما اقدر اطردك. طيب اطلع من المسبح نتفاهم بعد ما تطلعون. يلا نهاية صامتة اليوم لأنها فيها حزن وفيها يعني أمور يمكن ما تسركم ولا تسرنا. فاز عمر بالتحدي الأخير اللي حطيناه والآن عنده 50 نقطة يقدر يخصمها من أي شخص فينا. هذه نتائج قبل الخصم، والآن عند عمر 50 نقطة يقدر يخصم فيها أي شخص. ومثل ما هو واضح قدامكم إذا خصم بنسوي عملية 50% ونشوف إذا في أحد طرد أو لا. طبعا هو حر هل يوزعها أو يركزها، هو يعني الموضوع راجع له تماما. تفضل أخوي عمر. انا اقول في احد وده باجازه صيفيه كذا؟ انا لا انت طبعا المصور قاعد يهايط لانه مو بداخل في الموضوع. تبغى ندخل عمر؟ والله احنا المشكله احنا خسرانين. حلو انا ابغى مساعد وانا بنحاش. يلا ودكم نخليها يعني كذا حماسيه نطرد صاحب القناه نفسه؟ والله انها فكره حلوه. والله فكره عشان نرتاح. يا شباب قناتنا اصلا مو بقناتي يعني. هي بس باسمي لكنها تعتبر قناتنا يعني. صحيح بعد فتره غير الاسم يعني. تصير قناتنا كلها. تصير قناه عمر. يمكن يجي خليه اسمه عمر. قرعه فيها حظ. ايوه لا 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 قرعه فيها حظ. عمر انت عموري قصدي. الله انا فيصل قاعد يدلع عمر. اوكي عموري بسم الله من الان صاعدا حتى بعد ما نطرد اي احد. عموري خلاص عموري يلا عموري بسم الله. والله الصدق انا ما ودي اطرد احد يعني. والحقيقه لا 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 تطرد نفسك. واللي بيصير ها يلا طولنا بسم الله. نفس الوقت يعني ودي اطرد عشان لا يحسبون ان اخر شيء ذا شو. حلو قصدك عشان تعلمهم ان احنا ترى صدق صاملين. اي صاملين يعني. والتحديات اللي سويناها ما فيها تلاعب ولا فيها شيء. صح حلو تفضل اخصم من عبد الرحمن 40 نقطة. هذا مقلب. حلو مقلب. لا دقيقة. حلو فيصل 10. لا صديقك انا لا دقيقة كم يطلع النتيجة؟ لا يبغى نحسب الان. تحت 110 110 100 100 ومع الخصم يا عيال الخصم 70 90 110 100 يعني ما حد مطرود. والله كريم عمر صراحه. اي والله مع انه والله كان ودي فيك انت. طيب سايت صفقه. دقيقه طيب اسمحوا لي انا اصرح بتصريح. دقيقه تفضل. معلش عمر وين عموري؟ وين عموري؟ وين عموري؟ يبغى يخصم عليه. يبغى يخصم عليه. طيب زعلت خالني بالغير. الحقيقه ان انا قبل شوي يوم كنت اهددهم باني بطرد احد ما كنت بطرد احد والله، بس اني حبيت اني ابث فيهم روح المنافسه. كان الموضوع صعب حتى علي، ولا حبيت اني اصرح قبل عشان يقولون والله هذا خايف اني. لا والله قلت بعلمهم بعد النتائج اللي تصير وبعد ما يخصم. من قلت بعد ما يخصم ابعلم. قلت لو انا فزت ما كنت بطرد احد. اوكي بس اني كنت كذا بخوفكم وابغى يعني نبث روح الحماس. والله ما ادري عمر شك بنفسه. فلذلك انا خليتها للاخير. لو تشوفون عمر حتى هو خايف يبغى ينتقم مني عشان كلامي، لكن الموضوع كنت ابغى نزيد الحماس. ومثل ما تشوفون انتم والله احنا نحاول بقدر الاستطاعه ان نبعد تماما عن موضوع التزييف اللي يصير في المقاطع وعلى موضوع يعني الاختلاق وايا كان. تماما واقعيين مع بعض، والمشاعر اللي انتم حسيتوا فيها ترى احنا حاسين فيها بالضبط الى لحظتكم هذه. والله العظيم اني قبل شوي ان عندي احساس اني ممكن انا اطرد، وعبد الله يمكن عنده الاحساس لنفسه، فيصل مو عنده الاحساس هذا. الا والله اكثر لانه من اليوم قاعد يضبط عمر. لا والله مع ذلك انا عموري ولا خلونا نختم لنا طولنا. وان شاء الله استمتعتوا بالسلسله هذه، وان شاء الله في سلاسل جديده راح تيجي للقناه. وانتوا اعطونا اقتراح. لا تنسون تصلون على النبي واللايك عشان يعني نزيد الفيديوهات. مع تخشين الفايز يا عيال. دقيقه اول دخله له في القناه ويفوز. والله يستاهل. تعال فيك خليتوه طيحتوه. والله صيام ماله قسم الوضع. صدع خلاص صدع يلا قلنا خلاص ما عاد يقدر يخصم علينا. خلاص يلا خلاص يا عموري خلاص ما عليك.